السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده بلقياكم متابعي قناه زين المغير. وصفتنا لليوم تكون عباره على بريوات بالدجاج بواحد المذاق رائع جدا بدون شعريه صينيه كيف طلبوا الاخوات. فدابوا معايا المقادير طريقه تحضير. بالنسبه لهذه الحشوه غادي نحتاجوا لها على بركه الله عندنا كيلو ديال السكر ديال الدجاج اولا كيلو ديال لدان على حسب السيده شنو بغات دير. عندنا هنا جوج حبات كبار ديال البصله. عندي علبه اما كديروا علبه من الياغورت بدون سكر اولا كديروا واحد داك الرايب اللي تيكون مسوس. الرايب اللي تيكون مسوس هو تيجي زوين في هذه الحشوه. ولا كديروا ياغورت مسوس يعني اللي متوفر عندكم. عندنا شويه ديال الفطر المعلب، معلقه كبيره من التوابل ديال الشاورما. التوابل تاع الشاورما سبق لي حضرتهم معكم. غادي نخلي لكم رابط صندوق الوصف. غادي نذكركم غير بالمكونات اللي كيكونوا فيهم. فيهم سكنجبير، فيهم بزار، تحميره، كمون، قزبر يابس مطحون، شويه القرفه، عندي شويه ديال قعقله وشويه ديال القرنفل والثومه غبره، البصله غبره، وانا كنزيد فيهم قشويه ديال القشور ديال البرتقال يابسين. عندنا هنايا شويه الملحه، الخيار المخلل اولا كورنيشو. غادي نحتاجو عصير حامضه والقشره ديال الحامضه. غادي نحتاجو الحار، جوج معالق كبار ديال المطارد، شويه البزار وزيت الزيتون. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا غادي ناخذو هاد السدر ديال لدان او السدر ديال الدجاج كنضيفو عليه. انا هنا عندي داك الرايب مسوس. علاش كنديرو الياغورت او الرايب مسوس لهاد او الكريمه الا كانت الكريمه ديال الطبخ؟ علاش كنديرو هاد الدجاج؟ باش تفتي لينا الدجاج. داك السدر ديال الدجاج كيجي فتي ودغيا كيطيب. كياس جوج معالق كبار ديال المطاط، الهريسه او لاصوص الحاره، معلقه كبيره ديال التوابل ديال الشاورما. غادي ناخذ القشره ديال الحامضه. من بعد ما خدينا القشره ديال الحامضه غادي نضيفو شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، شويه الملحه والطلبه لان المطاط مالحه غير شويه. ثم عندنا هنا زيت الزيتون وعصير الحامض. هاد المكونات كلها نقلبوها مع بعض بحال هكا. كنخلطو مزيان هاد التوابل مع الدجاج. من بعد ما كنخلطو الدجاج مزيان مع هاد التوابل اللي درنا ليه غادي نخليهم يرتاح. انا كنفضل هاد الدجاج هذا على الاقل واحد 3 سوايع ولا 4 يرقد مزيان في هاد الشرموله عاد نطيبوه. هنا في واحد المقله كنديروا كميه ديال الزبده، كنديروا واحد معلقه كبيره ديال الزبده مع شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزلو فيه هاد الدجاج اللي رقدناه. وقلنا ضروري بات الى كان يعني الى قدرتوا تبيتوه ليله كامله يكون احسن، ولا على الاقل بعد واحد ساعتين الى 3 سوايع باش هكا يشرب ديك التتبيله كلها اللي درنا ليه. هنا في الاول النار كتكون مجهده باش ما يطلقش لينا الماء. هنا كنبقاو نحركو دائما على نار قويه في الاول، من بعد كنقصو باش يطيب على خاطرو هاد الدجاج. هنا كيف ما كتلاحظوا حيدت الدجاج، درت شويه ديال الزيت والزبده في نفس المقله، وغادي نشحر فيها هاد البصله مزيان حتى كتضرب. يعني هاد البصله هادي نشحرها مزيان حتى كتبان لنا بحال تقلات. هنا كما كتلاحظوا شوفوا معايا البصله كي ولات. هاد البصله هادي كتعطي واحد المذاق رائع جدا لهاد الشاورما، لان هاد البريوات بحال غادي نعمروهم بالشاورما تتجي لذيذه بزاف. وكنصحكم حتى في الساندويش ديالكم ديروا نفس الطريقه، لانها كتعطي واحد البنه فريده من نوعها للساندويتشات. غادي ندير مليحه شويه تاع الملح، واحد الرشه ديال الفلفل الاسود او البزار. غادي نضيف داك الشامبينيون اللي عندي، حتى ما عندكمش بلاش. الا ما كانش متوفر ماشي حاجه اللي هي ضروريه. صافي غادي نطفي عليه، نخلي غير واحد شويه د الشامبينيون تاوي يتشحر ونطفي عليه. هنا من بعد ما حيت الدجاج فضروري كتاخذوا واحد المقص وكتقطعوه طريفات بهاد الطريقه، قطعوه طريفات رقاق
واحد البنه واحد الريحه طالعه رائعه جدا. من بعد ما قطعنا داك الدجاج تنضيفوا البصله اللي شحرنا هي والشامبينيون. بالنسبه لهاد الكورنيشون حتى هو نفس الشيء، تنقطعوه رقيق. ممكن تضيفوا كذلك الناس اللي تيبغيو البصل المخلل ممكن يضيفوه شويه. المخللات عموما تتواتى بشكل رائع جدا مع الشاورما. انا عندي واحد شويه ديال الفلفل المخلله اللي سبق لي وحضرت معكم، غادي نضيفها. بالنسبه اللي ما عندوش ممكن يشحر واحد يعني واحد الفلفله ولا الفلفل الالوان ممكن يضيفوا للشاورما. كتعرفوا ان الدجاج كيتواتى بشكل كبير جدا مع الفلفل الوان، كان خضراء حمراء اللي موجود عندكم تشحروها مع الدجاج. صافي دابا غنزيد شويه ديال الفلفله حمراء ونخلط كلشي ونخليه يبرد. هذه هي الفلفله اللي سبق لي خللت معكم كيف ما تشوفون، راه القرعه راه تقريبا كتكملوا لانها كتجي زوينه في السلطه، كتجي زوينه في هكا الا كنتو غادي تحضروا بها بيتزا ولا بزاف ديال الحوايج، كتمشي في بزاف ديال الحوايج. ناخذ منها شويه وتنقطعوها هكا طريفات، هنا كيف كتشوفوا كناخذوها تنقطعوها طريفات صغار بزاف. هنا غنخلط جميع المكونات، خليوها تبرد مزيان وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نعمروا البريوات ديالنا. هنا كناخذوا الورقه، انا عندي الورقه الكبيره. انا يا بزاف يسولوني علاش لي ما كتخدميش الورقه اللي كوريتينا. انا الورقه ما يمكنش كل نهار نصيبها باش نوريكم نصيبوا بها بريوات اولا حشوات. واحد الحاجه اللي نبغي نقولها، ان السيدات الا كانوا متوفرين على هذه الورقه هذه في المناطق فاش ساكنين علاش لا، راه هذوك الناس اللي تيبيعوا هذه الورقه راه كاين اللي كيتمعش غير هذه الوقيته هذه. كاين هذوك الناس عيالات مساكن اولا رجاله كتلقاهم غير هذه الفتره هذه اللي كيتنعشوا شويه هما تيخدموا كتخدم لهم ورقه البسطيله. لهذا علاش حنايا الا كانت بالاستطاعه ديالنا ومتوفره عندنا في المدينه في ساكنين علاش لا ما نشريوهاش ونعاونوا هذوك الناس مساكن. هنا غادي ناخذ ورقه نقسمها غير على جوج لان الشكل منها غير بريوات. وبالنسبه للبنات اللي نفرض السيده مثلا ساكنه في شي فيلاج بعيده وكتبغي تقداها على تي ساعه ورقه، نقول لكم غير واحد الحاجه، السيده ملي تجيبها ما عليها الا تقطعها، ماشي تقطعها، تدهنها تاخذ الزيت وكتفرق كل ورقه، كتمشي معها بحال هكا تفرق كل ورقه بوحديتها تدهنها وتحط على جنب. نفس الشيء تدهنها يعني كتدهنها كلها وكتلمها في واحد البلاستيك غذائي تحيد من النفس، يكون داك البلاستيك غذائي مزير عليها مزيان زامتها وديرها في المجمد، راه ما تيوقع لها والو. سيدي الوقت اللي بغات تجبد تخدم بها غير ما تبيتهاش في الثلاجه، لان ملي كتبيتيها في الثلاجه صافي كتنشف، لهذا خاصها ضروري تدهن وتدخل مباشره للمجمد. هنا كيف كتشوفوا معايا كناخذ الورقه ديالنا كندهنوها بالزيت، غير بالزيت باش تجينا مقرمشه. الجهه اللي كتكون حرشه كنخليوها على برا لداخل، والجهه اللي كتكون مدهونه كنخليوها على برا. غادي ناخذوا الحشو من بعد ما يبرد، انا رديتو المقله باش دغيا يبرد، وتنوزع شويه شويه القياس اللي بغات السيده تكبر او تصغر. انا دائما هاد البريوات المالحين كنفضلهم شويه كبار باش لي يهز وحده مابقاش يعاود. غادي نجي هنايا ناخذ شويه ديال الفرماج ديال الساندويتش بحال هكا وكننزلو هكا صافي. وسل نجيب هاد النص نحطو هنا وهاد النص نحطو هنايا وهاد النص طاو نحطو هنا وكنبداو على بركة الله نطويو البريوة ديالنا بسم الله. كنجيبو هادي نحطوه هنايا صافي، وتنمشيو كنشدو بصبعنا بجوج هكا باش نفينيو هكا 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 ونجيو هنا. هاد الفائض ممكن تحيدوه كيف ممكن تخبيوه هنايا ديروه الوسط وتنضغط ونحط. نجي هادي هي نفس الشيء نجيبها دائما
حشوة تغطى باش حتى جاب الله بغيتو تقليوهم ما تخرجش لكم الحشوة. كنجيو هنا وانا دائما هذا الملح الفران كاين باش نقليوه صافي. ندخل هذه هنا الا كانت شويه بحال هكا شايطه بزاف تنقص منها. ونجي نحطها هنا دائما كنجيو هذه تنجيبوها هنا بحال هكا تعطينا بحال الشكل ديال المثلث وكنبقاو نخدمو غير بصبعنا كنفينيو غير بصبعنا. وإلا بانت لينا العجينة مثلا هاد الأطراف هادو بانت لينا كثيرة كنقصوها صافي. أنا غادي نستمر بنفس الطريقة ونتلاقاو إن شاء الله. هنا كما كتلاحظو من بعد ما شكلنا الضريوات ديالنا أنا خديت بلاطو كنزل طبقة وكنفرق بالفيلم أليمونتير بحال هكا هانتوما كتشوفو كاينه طبقة هنايا كنحط طبقة ثانية وكنغطي وغادي ندخل المجمد حتى كيجمدو ونجبدهم ونجمعهم فواحد العلبة أولا ساشية ديال الفريكو. هنا البريوة تاعنا من بعد ما كيجمدو صافي كنجبدوهم وكنجمعهم في أكياس بلاستيكية كيفما كتشوفو خاصة بالتجميد أولا كديرو دوك العلب يعني هنا تيبقى ليكم الإختيار وكتخليهم الوقت السيد اللي بغيتهم. ما على إلا تجبدوهم وهما مجمدين ما كنديكونجلوهمش وهما مجمدين كنغسلو لهم شويه في الزيت وتندخلهم الفران حتى كيتحمروا وكنخرجهم ونقدمهم بالصحه والراحه.